بكت عيني، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. على أسد الإله غداة قالوا: أحمزة ذاكم الرجل القتيل؟ أصيب المسلمون به جميعا هناك، وقد أصيب به الرسول. أبا يعلى لك الأركان هدت، وأنت الماجد البر الوصول. عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول. رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول: ألا يا هند فابكي لا تملي، فأنت الواله العبر الهبول. ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة، إن عزكم ذليل. لما وقع حمزة رضي الله عنه يوم أحد شهيدا، ذهب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكان الحادث، ونظر إلى الجثمان الطاهر، فوجد أن حمزة رضي الله عنه قد مثل بجثمانه، وقطعت أذناه، وقطع أنفه، وفتح بطنه، واستخرج كبده. فكان حمزة رضي الله عنه من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا عمي، ما وقفت مثل موقفي هذا عليك، وما فجعت في أحد كما فجعت اليوم فيك، رحمة الله عليك، فقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. ولئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين أو مئة من المشركين. فنزل جبريل عليه السلام على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الآيات من آخر سورة النحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا أمر ربنا عز وجل وتوجيهه: سأصبر وأحتسب يا رب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وجمع أهل مكة، وكانت فيهم هند التي شقت بطن حمزة رضي الله عنه وأكلت من كبده، وفيهم الوحشي قاتل حمزة. وهناك رواية لم نقف على صحتها مشاهدين الكرام، والعهدة على من قالها. تقول هذه الرواية: فأراد وحشي أن يهرب، فقال له رجل: ويحك، والله ما يأتي محمدا أحد بشهادة الحق إلا خلى عنه، فإذا أنت نطقت بالشهادتين عصمت دمك، ولا تخف بعدها، فإنه لا يغدر محمد صلى الله عليه وسلم. فانطلق حتى دخل المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قتلت حمزة؟ قال: نعم، مثل ما بلغك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قاتل عمه أمامه، وهو الذي قاتل ذلك السيف من سيوف الله عز وجل شهيد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء عند الله حمزة. قال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: غيب وجهك عني فلا أراك، أي لا أريد أن أراك. قال وحشي: فخرجت فكنت أتقي أن يراني، أتحاشاه أن أمر أمامه أو تقع عينه علي، فما رآني حتى مات. وفي رواية أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا وحشي، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فلإسلام رجل واحد أحب إلي من قتل ألف كافر. وفي رواية للطبراني قال: يا وحشي، أخرج فقاتل في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله. فتحاشى وحشي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تحدث بعض الناس عن تعذيب بعض الصحابة وسأل عن ذلك، وذكر منهم وحشيا رضي الله عنه. وللإجابة عن ذلك، لا يجوز أن نجزم بتعذيب وحشي رضي الله عنه،
لأن وحشيا وإن كان قتل حمزة رضي الله عنها، فقد تاب بعدها وأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مسلما، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، كما ثبت في مسند أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سبب نزولها أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت الآيات، ونزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وثبت أن وحشيا قتل بحربته مسيلمة الكذاب، وكان يقول: قتلت بحربتي خير الناس وشر الناس. قال ابن تيمية: ولا نشهد لمعين أنه في النار، لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لوحشي: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عمه حزنا شديدا، وقال كما عند ابن شهاب: لن أصاب بمثلك أبدا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى قاتل عمه، ولكن قبل إسلامه. بل روى الطبراني في الكبير والأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى وحشي يدعوه للإسلام. قال الحافظ: وفيه أن المرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه أذى، ولا يلزم من ذلك وقوع الهجرة المنهية بينهما، وفيه أن الإسلام يهدم ما قبله. قيل: فذهب جعفر بن عمرو وعبيد الله بن عدي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى وحشي رضي الله عنه، وقالوا: ألا تخبرنا عن قتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قد قتل رجلا مشركا، فقال لي مولاي: يا وحشي، إن أنت قتلت حمزة فأنت حر، وكنت أنا عبدا مملوكا، فلما خرج الناس للقتال يوم أحد خرجت معهم، لا أريد إلا أن أقتل حمزة، فأخذت حربتي، ولما التقى المسلمون والكفار فإذا حمزة كأنه جمل أورق ما يرفع له أحد إلا قمعه بالسيف، فجعل يهد الناس بسيفه، فهو رجل إذا حمل لا يرجع حتى يهزمنا. فقلت لمن حوله: من هذا؟ من هذا الرجل الذي يهدنا هدا بسيفه؟ قالوا: إنه حمزة. قال: هذا حاجتي، ما خرجت إلا لقتله، فاختبأت حتى رميته بحربتي تحت سرته، فحاول حمزة أن يقوم فلا يستطيع حتى مات. وعندما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة فذهب مع المسلمين وحاصروه، وخرجت إليه بحربتي لأكافئ بها حمزة، لكي أقتل شر الناس مسيلمة بعد خير الناس حمزة، فيكفر الله عن سيئاتي. فخرجت جارية مسيلمة تقول: وأمير المؤمنين مسيلمة قتله العبد الأسود، وأمير المؤمنين مسيلمة قتله العبد الأسود. وأنا أدعو الله أن يغفر لي، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رحيم. اللهم تب علينا توبة نصوحة، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اختم لنا بالتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا نسألك في هذه الساعات المباركات
أن تثبتنا على توحيدك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى.